كابتن محمد يوسف، اهلا بيك. بيك اهلا بيك استاذ ابراهيم، بمسي عليك وبمسي على كابتن عادلي وبمسي على مشاهدينكم الكرام. مبروك اولا الفوز المتتالي، لكن خلينا اسالك ايه اللي اختلف؟ هو اللي اختلف ان الكابتن عادلي بقينا نشوفه بقى دلوقتي. هو ده اللي عمل التحول مش كده؟ لا يا راجل، هو ده اللي عمل الانتعاشة. بيجي المكتب بينورنا لا طب ما لو كده خليه يقعد معاك في المكتب على طول. بيني وبينك اهم صفقه الكابتن عادلي. ربنا يخليك. اكيد الله يخليك. قول لي ايه الاجواء، ازاي انت عشتها وازاي شايف التحول ده؟ ما فيش تحول ولا حاجه، احنا خلينا نحط الامور طبيعتها. يمكن حصل لنا يعني دروب في عدم توفيقنا في فوزنا ببطوله افريقيا امام منافس قوي الترجي، كان حظوظه اقوى، ممكن يكون الظروف كانت معاكسه بالنسبه لنا والاجواء اللي لعبنا فيها. وبعديها طبعا صدفه ان انت ما رجعتش على دوري، رجعت على بطوله عوده او يعني مباراه عوده في بطوله افريقيا، قصدي في بطوله عربيه، ف كي خروجنا من بطوله عربيه دي عملت هزه شويه، لكن الحمد لله. يعني انا بقول من خلال الاربع مباريات اللي لعبنا فيهم حاليا، سواء مقاولين او بتروجيت او جونه او الجيش، الحمد لله. يعني تقدر تقول ان الثقه بدات ترجع، الروح بدات ترجع، بدانا نستعيد حاجات مميزه للفريق او شخصيه الفريق ممثله في بعض النقاط زي الضغط زي الاستحواذ، ايجاد فرص فيها خطوره على مرمى المنافس. الحاجات دي بدات تعود، مش بالشكل المطلوب طبعا، لكن خطوه كويسه يعني اتقطع فيها شوط كويس، لكن بنتمنى تبقى اكتر من كده وكثافتها اكتر من كده وخطورتها اكتر من كده. الحمد لله يعني احنا شغالين كل مباراه بمباراتها، لان عندنا طبعا مصابين، عندنا بعض الظروف الايقاف زي ازارو في المباراه القادمه، فالحاجات دي كلها بنتعامل مع كل مباراه على حده. وفي نفس الوقت كمان يعني طخينا دم جديد، الدم ده هو اوراق جديده بدات تعبر عن نفسها وبدات ان هي يعني تاخد او تنال ثقه الجهاز والجمهور والمسؤولين. فبنتمنى ان احنا نمشي خطوه بخطوه، مش عايزين ندي الامور اكبر من نصابها زي ما بتقول. احنا مركزين جدا دلوقتي في الهدف بتاعنا المهم، هو مباراة الذهاب في بطولة افريقيا مع بطل اثيوبيا، مباراة مهمة جدا في بطولة بتقام مضغوطة زي ما بنقول. بطولة افريقيا السنة دي جاية على طول بعد البطولة اللي هي اللي فاتت، فمهم جدا ان شاء الله يوم الجمعة نكون في احسن حالاتنا من الناحية النفسية والبدنية والفنية عشان نعمل نتيجة جيدة تدخلنا مباراة العودة بشكل إيجابي كويس. كابتن محمد، يمكن الفريق الأثيوبي مغمور شوية، ما حدش عارف عنه حاجة كبيرة، وانت بعت كابتن عادل مصطفى اتفرج عليهم، شايف الفريق ده ازاي؟ لا طبعا انت المباراة ال 32 المباراة الأدوار التمهيدية سواء 64 أو 32 مباراة بيبقى في غاية الخطورة وبيحصل فيها مفاجآت، فلابد ان احنا نكون حذرين جدا من هذه المباراه. الكابتن عادل مصطفى راح شاف اتفرج على الفريق في اديس ابابا وكتب لنا عنه بعض الملاحظات المهمه جدا، واحنا كمان حصلنا على تسجيل لمباريات ليهم وبندرسهم شغالين عليهم. فطبعا كل الحاجات دي مهمه جدا، احنا بنحترم هذا الفريق، و زي ما بقول كده ان لابد ان يكون عندنا احترافيه شديده في التعامل مع هذه المباراه، لابد يكون عندنا تركيز عالي جدا، روح عاليه جدا اللي هي روح الفانيلا الحمراء في اثبات احقيتها في بطوله افريقيا القادمه ان شاء الله. طيب مباراه الجمعه، يعني اذا كان عندنا بعض العناصر اللي هترجع اللي هنعرف منك مين بالظبط اللي راجع، لكن في غيابات مؤكده، يعني لاعب زي احمد الشيخ مش مسجل افريقيا مش كده؟ انت خلي بالك بتتعامل مع لسه تم قيدها
الكارترون كان قايد 23 لاعب. 23 لاعب بتتعامل من خلالهم في هذه المباراه. فهتبص تلاقي في عناصر معاك كانت بتلعب في الدوري في الفتره اللي فاتت، مش هتلاقيها متقيده في افريقيا. عندك احمد الشيخ، عندك باسم، عندك احمد علاء زكريا. مين تاني بتقول حضرتك؟ علاء، احمد علاء برضو في الدفاع مش مقيد. بتبدا تتعامل بقى مع العناصر المقيده وتبدا تظبط الورق بتاعك. ويمكن مباراه الجيش كانت فيها جزء شويه من تفكيرنا. طبعا بتفكر في الثلاث نقاط في الدوري بتوع الجيش، لكن كان في جزء من التفكير بتاعنا كجهاز على مباراه بطل اثيوبيا. ولذلك لجأنا لدخول هاني كمستاك جوه على اساس ان يبقى القائمه الافريقيه. عندك مشكله في الحته دي؟ اي احتمالات، في احتمالات ان ممكن نستعين بيه فيبقى جاهز في الحته دي. ف مروان ماشي بخطوات كويسه، ناصر ماشي بخطوات كويسه، نتمنى محمد شريف برضو مقايض افريقيا يبقى ليه برضو بصمه كويسه. فنتمنى ان شاء الله ان احنا يوم الجمعه بصرف النظر ايه الاسامي، لكن اهم حاجه الفريق ان شاء الله يظهر بشكل كويس ان شاء الله يوم الجمعه ونعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. كريم ندفد يا كابتن يوسف، يعني انت لعبته اضطراريا في الباك رايت ومشي كويس جدا، وشفناه في الهاف ديفندر امبارح ومشي كويس قوي، تفكيرك له لمكانه الطبيعي ايه؟ بص يا استاذ ابراهيم، برضه انا مش حابب قوي نتكلم فرد فرد واسم اسم، يعني تمام. خلينا نتكلم بشكل اجمالي على حاله اللعيب، حاله فريق النادي الاهلي بشكل اجمالي. انا شايف فيه تحسن في الثقه، تحسن في في خروج القدرات بتاعت كل لعيب، كل لعيب بيخرج القدرات بتاعته لصالح الفريق. عوده لاعبين كانوا مصابين بقالهم فتره زي باسم، زي مؤمن بقاله فتره، بانتظار ان شاء الله عوده احمد فتحي وعلي معلول والشناوي. الثلاثه دول برضو من العناصر اللي موجوده معانا. فكل العناصر دي كل ما بترجع لك بالاضافه للموجودين بتقدر ان انت فرقتك تبقى اقوى، فرقتك تبقى عندك الاوراق عشان التدوير وكثافه الماتشات، تبعد عن الاجهاد وتبعد عن الاصابات. فخلينا حد من دول يلحق مباراه الجمعه، معلول او فتحي او عاشور؟ اعتقد ممكن، بس مش عايز ااكد طبعا غير لما اشوف الدكتور وحاله التقرير بتاعه، وبناء عليها نبني حساباتنا وحسابات. يناير، انت جونيور اجاي، اخبار عودته ايه؟ ماشي كويس؟ ماشي كويس، والنهارده كنا عاملين يمكن مباراه وديه بس اجلنا اشتراكه للمباراه الوديه القادمه. انا الفتره الجايه دي كلها هيبقى في مباراه وديه دائما بعد المباراه الرسميه. احسن حاجه دي يا كابتن محمد، وانا لسه كنت بقول للاستاذ ابراهيم يا ريت يبقى تقليد، لان ده اولا هيخليك باصص على عناصر كتير، وفي نفس الوقت هيدي حوافز وطموحات لناس عايزه تلعب قدام الجهاز الفني والناس، يعني مظبوط، خصوصا ان يعني قناه الاهلي بتسجل الماتشات دي يعني. طبعا، وهي ليها فوائد كتيره، منها تجهيز مصابين، منها زي ما انت بتقول اللاعبين اللي هم بعيد عن المباريات بياخدوا حساسيه المباريات. ايضا مهمه جدا كسر ملل التدريبات، اللعيبه برضو التدريب ما عايزه تلعب فبتبقى في بعض اللاعبين بيبقوا بعيد عن المباريات. ففي الحاله دي يا اما عدم قيدهم افريقيا، يا اما لسه فرصته ما جاتش في الدوري. ففي الحاله دي لما بيلعب مباراه وديه بيقدر ياخد حساسيه الماتشات، بيكسر الملل بتاع التدريب، وبالتالي بتعمل روح كويسه. يعني انا شايف النهارده في اداء كويس من بعض اللاعبين، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نستفيد بيه الفتره الجايه ان شاء الله. صالح جمعه تحت البرنامج الخاص مش كده؟ شغال صالح شغال تدريبات على طول يوميه، وفي بعض الايام بيشتغل صبح وبعض الظهر على الفترتين. جونيور اجاي نفس الكلام برضه شغال، ويمكن النهارده كنا هندفع بيه في اخر ثلث ساعه، لكن فضلنا ان احنا ناجل للمباراه القادمه. فنتمنى ان شاء الله الامور تمشي بشكل كويس ان شاء الله. ان شاء الله.
كابتن يوسف، تفسيرك لفكره الاصابات، معدل الاصابات عدد مش طبيعي وفترات قصيره وتقريبا في كل مباراه في ضحايا، ايه تفسيرك ليها؟ لا، هو كثافه الماتشات العاليه مع التركيز على عناصر بعينها. يعني انت النهارده سعد سمير مثلا، نتيجه انا المباراه اللي فاتت دي كان يعني كنت في البلان بتاعي ان احنا نريح سعد وندي سليف يبقى جنب احمد علاء. ليه؟ لان سليف بقى له فتره ريح، كان قاعد بقى له فتره بيلعب ماتشات وكثافه ماتشات عاليه. سعد الفتره الاخيره واخد 6 مباريات في اقل من حوالي 20 يوم، يعني بتتكلم من مباراه الوصل يوم 22 ثم 27 ثم 1 ثم 5 ثم 9. كثافه الماتشات العاليه دي وفيهم سفريات طبعا بتعمل نوع من الاجهاد، ويمكن جاله اللي هو الشد البسيط اللي جاله. فدي نقطه. النقطه الثانيه برضو خلي بالك، لما بيحصل نتائج مش طبيعيه دي بتعمل نوع من اللود العصبي على اللاعبين، وبتعمل ضغوط على اللعيبه، برضو بتاثر بشكل. يعني انت قلت تعبير دلوقتي عايز طاقم امامه شد خفيف، يعني احتمال لا سعد ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه. تقرير راح عمل النهارده اشعه، والتقرير هيطلع ان شاء الله يعني بكثير بكره نعرف. يعني احتمال يكون موجود معاك في ان شاء الله يعني دكه او حاجه في ماتش اثيوبيا. نتمنى ان شاء الله بدايه قويه في البطوله الافريقيه ان شاء الله. كابتن محمد ان شاء الله استاذ ابراهيم، دعواتكم، واحنا نشتغل وبنبذل كل ما كنا من اجل طبعا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله نكون موفقين في بدايه الاسبوع ان شاء الله باذن الله. ماشي. شكرا جزيلا للكابتن محمد يوسف المدير الفني للاهلي.